في سياق آخر، أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن منظومة كارت الفلاح تسهم بشكل كبير في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتج على مستوى الجمهورية. استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم آخر المستجدات الخاصة بمنظومة الحيازة الزراعية كارت الفلاح، مشيرا إلى أنه ما تم حصره وتسجيله في إطار هذه المنظومة وصل إلى 5,600,000 حائز بإجمالي مساحة 7,200,000 فدان، بنسبة إنجاز تصل إلى أكثر من 98% على مستوى محافظات الجمهورية.